احمد ثابت، هل الكابتن حسام البدري بسبب الغيابات اللي طرأت على الفريق سواء حسام غالي سواء باسم علي، هل ممكن يغير من شكله وطريقة أدائه، ولا هيبقى مستمر برضه بنفس السيستم الاستحواذ واللعب الهجومي إلى الأمام؟ لا، وأعتقد إن كابتن حسام السيستم بتاعه هيفضل موجود يعني، وأنا شايف إن الغيابات ما بتفرقش في النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده يعني يعتبر عنده فرقتين. كمان ممكن النهارده نشوف حل من الحلول، يعني انا شايف ان هم مثلا عندهم مشكله في العمق او في خط النص، في التمركز في خط النص بالذات، فانا شايف النهارده ممكن نشوف عبد الله السعيد مثلا وصالح جمعه جنب بعض، ووراهم مثلا حسام عاشور، نلعب باربعه واحد اربعه واحد، يبقى صالح وعبد الله مثلا وتحتهم عاشور، وجناحين مثلا سواء حمودي سواء الشيخ سواء اجاي وليد ازارو قدام. اعتقد ان انت هتعمل يعني هتعمل مباراه عاليه قوي لو لعبت بصالح مثلا اخذ الحته الشمال، او عبد الله وصالح جمعه جنبه، ومثلا الشيخ وحمودي وقدام ازارو 4 1 4 1 وعاشور بيغطيهم من ورا، واحمد فتحي وربيعه ومحمد هاني. اعتقد ان الطريقه دي هتفرق جامد جدا يعني مع النادي الاهلي، خاصه ان انا يعني على علم ان الفيصلي عنده مشاكل، ان هو عنده بهاء عبد الرحمن لوحده دايما في منطقه الارتكاز. طيب انا برضو يعني هي الطريقه عجباني جدا، وانا من اكبر المؤيدين لهذه الطريقه، ولكن النادي الاهلي وانا عندي مشكله في المساك او مشكله في قلب الدفاع، برضه صعب عليا ان انا اخاطر والعب 4 1 يعني، يعني مش هتبقى بالنسبه له. عنده الحته اللي هو ممكن ينزل حته كارتكاس تاني، عبد الله دي من ميزته يعني، ممكن ينزل يلعب كارتكاس تاني مثلا جنب عاشور وقدامهم صالح، فالحته دي هتديك حلول قوي لما يبقى عندك صالح وعبد الله في الملعب واحمد الشيخ واجايه مثلا ناحيه الشمال او حمودي، كلهم عندهم الحلول الفرديه، كلهم عندهم التسديد، كلهم عندهم المراوغه. لا هتفرق جامد جدا، خاصه ممكن كمان تكون حل في الشوط الثاني، يعني ممكن مثلا لو انا عايز ابدا بحذر شويه ابدا بعاشور والسوليه، ومثلا قدامهم صالح جمعه وعلى يمينهم مثلا احمد الشيخ، او مثلا حمودي واجايه وقدام ازارو، ممكن في الشوط الثاني او انا ادفع بعبد الله السعيد واحولها ل 4 1 4 1 لو المباراه زنقت مني او فضلت 0 0. يعني ده السيناريو او بلان بي، يعني بلان بي حلول اخرى حلول احنا بنتكلم فيها، بس اعتقد ان في البدايه كابتن حسام البدري مش هيسلم باكاته كده للاعب ارتكاز، على الرغم من ان الاهلي قادر على انه يلعب باي طريقه، ما شاء الله القائمه اللي موجوده يعني تسد بزياده. طيب هنروح لمشوار الفيصلي، الفيصلي ابتدى امام النادي الاهلي بفوز واحد مقابل لا شيء، ثم فاز على نصر حسين ضاي برضه بهدف مقابل لا شيء، قبل ان يتغلب على الوحدات بهدفين مقابل هدف. اذا هو فارق الهدف هو اللي بيعديه الماتشات. نيبوشا ومدرب واقعي ما بيجذبش الهجوم، يعني حتى لما كسب نصر حسين داي وده كان مفاجاه بالنسبه لنا، كان بالنسبه لنا حاجه بتقول كده بيلعب على اخر نفس، كنا متوقعين نصر حسين داي كفرقه جزائريه، لان برضه اداء الفيصلي امام النادي الاهلي لم يكن بالاداء الجميل، ولكن